نشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ضرورة الحفاظ على الأمن المائي للدول بعيدا عن القرارات أحادية الجانب. كما أكد وزير الخارجية في كلماته بقمة المستقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن مصر حرصت على تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة على مسار قمة المستقبل لطرح رؤيتها حول التعددية والحوكمة. كما أكد أنه من الضروري تجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام المساواة والسيادة بين الدول كافة حفاظا على مصداقية النظام الدولي. أكد وزير الخارجية أيضا أن مصر تؤكد ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.